الكل يعلم بأن المضاربات في العقار أثبتت بأنها أكثر أماناً من تجارة السلاح ومن تجارة المخدرات ومن كل وهي من الأمور التي يكون فيها الربح مضمون. بسم الله الرحمن الرحيم. زكريا خليل، أستاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أستاذ القانون الخاص. طبعا هذه الندوة تندرج في إطار الندوات التي تنظم مع المجتمع المدني والمتعلقة بإعطاء نظرة أو فكرة للمجتمع المدني على الآليات التي بات يقدمها القانون الجديد المنظم لأراضي الجماعات السلالية. فهذا القانون جاء بمجموعة من المقتضيات التي يمكن تصنيفها بأنها مقتضيات تشجع استغلال هذه العقارات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية ومن أجل إنجاز مشاريع اقتصادية كبرى، بحيث أصبح بالإمكان طبعا للمؤسسات العمومية وللدولة والجماعات الترابية وكذلك للخواص اقتناء هذه الأراضي الجماعات السلالية وفق مساطر محددة وشروط محددة من أجل إنجاز مشاريع اقتصادية، بحيث هناك إمكانية ديال التفويت عن طريق المرادات، التفويت عن طريق طلبات العروض، كذلك إمكانية الشراكة، إنجاز الشراكات. ثم لدينا إمكانية طبعا تاع التبادل، المبادلة، بحيث أن هذا العقار مصنف ضمن أراضي العقارات السلالية أو أراضي الجماعات السلالية يمكن استبداله بعقار آخر في إطار عملية منظمة بموجب القانون. وهذه كلها آليات تشجع الاستثمار وتجعل من هذا الوعاء العقاري وهذه الثروة العقارية في خدمة تشجيع الاستثمار طبعا وتفتح الآفاق لذلك. وشكرا جزيلا.